تسيبوا الخزائن قبل ما تتجمعوا. لما نتجمع نتفرج على كل شيء. هذه الزيارة تأتي بشقين ذات هدفين. الهدف الأول أولا الجانب الترفيهي، الجانب الآخر تعليمي، حيث أن مركز واصل وبالتنسيق معنا وبدعم من اللجنة الوطنية للمخيمات قاموا بالتنسيق معنا من أجل هدفين. أولا الجانب الترفيهي وقد زاروا بعض المؤسسات الترفيهية في طول كرم. الجانب التعليمي وكان المتحف يتصدر هذا الجانب باعتباره أنه الطالب في جميع مراحله الدراسية يلقى بعض الأمور اللي يسمع فيها عن مثلا الأحافير، المستحثات، العصور الحجرية، العصور، ويلقى الواقع الذي يفتقده في المدارس، ومن هنا جاء التنسيق معنا من هذا الجانبين. الهدف أول شيء من اللي هي رحلة، هاي أحد فعاليات مخيم الشتوي اللي نظمه مركز واصل لتنمية الشباب في عنبتة برعاية اللجنة الوطنية للمخيمات الصيفية. حبينا تكون الرحلة مش تقليدية لأي يعني نفس كل سنة أو نفس كل النشاط، حبيناها تكون تعليمية ترفيهية للأطفال، فبدينا من زاوية التراث، أخذناهم بداية على منتزه مقام يعقوب كونه منطقة أثرية في منطقة إرتاح، وبعدين جينا هون على المتحف عشان نعرفهم على تراثهم والأشياء الموجودة تتعلق في تراثهم. رحنا على الحديقة، بعدين رحنا على بنات يعقوب، بعدين جينا على المتحف.